خير الثقافي والدين وزاره الرجال هي ميت الحي على التعايش السليم بين الانسان والطبيعه. فقد شكلت هذه الشجره موجوها غنيه بمناظر طبيعيه تغذي الانسان والحيوان، فهي من تحمي التربه من الانجراف وتثبت الكربون انها رمز الخلود حاضره قبل مجيء الانسان، ولا زالت ترافقها عند العصور منذ العصور وقادره على ضمان حياه امنه ومستقره في المستقبل. أحمد أصياد رئيس الفيدرالية المهنية لسلسلة الأركان، اليوم تنتواجدوا بمدينة عيتباها بإقليم شتوك عيتباها لإحياء الذكرى الثانية لليوم العالمي لشجرة الأركان في النسخة ديالها الثانية. الفيدرالية المهنية لسلسلة الأركان عندها اليوم تتحتفل بهذا اليوم هذا العظيم اللي هو احتفال بشجرة الأركان. الفيدرالية طبعا والمكونات ديالها مع التعاونيات وذوي الحقوق اللي كيشتغلوا في هذا الميدان، وحنا ان شاء الله اليوم غادي يكون واحد وقفه تامل ديال هذا القطاع هذا اللي خصنا نراجعوا الماضي ونديروا مخطط للمستقبل اللي غادي نمشيو فيه، وما يمكن ان شاء الله الا نكونوا في مستوى ديال الحدث. الفيدرالية المهنية لسلسلة الأركان جات لتنظيم هذا القطاع هذا اللي كتحتوي على المهنيين وذوي الحقوق سواء، والمحافظة على شجرة الأركان، والاعتناء بالمرأة القروية اللي هي المصدر الرئيسي ديال هذه المادة العوالية اللي فعلا تتشكل ما يزيد عن 12 مليون يوم عمل، وبالمناسبة راه أكثر من 8 ديال يوم عمل راه القطاع ديال النساء اللي كتشكل فيه. اللي نعمة عليه الله المغرب، وأكبر دليل ودليل قاطع هو اعتراف العالمي بشجرة الأركان في الأمم المتحدة، ويوم 10 ماي احتفال بهذه الشجرة، وهذا إن دل على شيء يدل على القيمة ديال هذه الشجرة هذه اللي تحتوي عليها المغرب، وان شاء الله حنا نكونوا في المستوى ديال الحدث. وشكرا. بالنسبه لي رئيس الفيدرالي الوطني لجمعيه الاقليم الاركان، اليوم الاحتفال السنوي اللي كدير اللي كيتنظم كل سنه من طرف فيفا اركان طبعا بالجمعيات الاقليميه ديال الاقاليم الثمانيه، كاين واحد الاحتفال كنديروه كل سنه كيكون فيه مجموعه من الفقرات من ضمنها جوج الورشات اللي عندنا. اليوم عندنا ورشه خاصه بالتعاونيات وورشه خاصه بالفروع ديال الجمعيات الاقليميه ديال الفيدرالي الوطني للاركان. مجموعه من الامور المتعلقه بهذا القطاع كنحاولوا اننا نناقشوها، طبعا في المقدمه ديالها هذا المشكل ديال الرعي الجائر اللي كنعاودوا ناكدوا كموقف ديالنا كفيدراليه اننا كنتزدوا بهذا الشيء وكنستنكروا داك الشيء اللي كدير مجموعه ديال المافيات ديال هذه الابل هذه اللي كتستبح هذا المنتوج ديال الاركان. ما يمكنش حنايا نبقاو نحتفلوا في اطار كل سنه بعيد ديال باليوم العالمي ديال شجره الاركان وشجره الاركان كتعرض لهذه الظاهره هذه. في نفس الوقت كنتمنوا يعني مجموعه من المكتسبات اللي كاينه في بلادنا، وطبعا في المقدمه الاعترافات ديالها بالاعترافات ديال شجره الاركان من اليونسكو كموروث لا مادي ومجموعه من الاشياء. على هامش كذلك هذا الاحتفال اللي كنديروا كتكون واحد المسابقه كيكون فيها 8 النساء ديال الاقاليم كيشاركوا كتكون مسابقه ديال التكسير، وكاينين جوائز فيها تحفيزيه. في نفس الاطار مجموعه ديال التوصيات غادي ترفع على هامش ديال هذا اللقاء هذا اللي ان شاء الله كنتمناو ان يكون لقاءات اخرى اللي كلها كتصب في من اجل يعني حاجه وحده اللي هي الحفاظ على هذا الموروث اللامادي، الحفاظ على شجره الاركان، تثمين شجره الاركان باش تستافد منها الساكنه المحليه، وهذه الساكنه هذه راه خصها حقها في التنميه ديال داخل المجال ديال المحيط الحيوي ديال الاركان. شكرا. السلام عليكم. تكوين لاح التعاونيات اركان حري نستافد الشغلات ناش كذا قيس نفرح نمون كله بس يصير حبي كله واللي عبت مونين أجمعين لا استوف الساعة هذا خطا لي واخا نزيد نقص ورقان شوية، ولكن نستافد قيس الحمد لله نعاون قيس يتقمين حتى روان يرقازن الحمد لله استوف الساعة هذا خطا لي حنقاو راح تقمي على بعدا نستافد نتوي تروان حينا ران نعاون يرقازن بخير الحمد لله. نتمنى يزايد الشغلات سلو قدام سلو قدام ان شاء الله غير نتمنى يختمنا ربي تبارك وتعالى، واخا يدرس ورقة نحتاجهم ولكن نتمنى احنا مسؤولين هذا سكين قيمة شوية التورتازون شوية حيت تارو تتجنا في حيت روارقان اي حقنا تحترمان اعرف نتمنى تنهضر با تحترم تحترمني قويا نتفادى اكيز نستفاد هذا اكيز نستفاد الحمد لله غير نتمنى عبر سيدي ربي تبارك وتعالى. السلام عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.